سيد الوزير، اولا عندك لا نبيل منصوري، عندي انا تقريبا 30 سنه هنا في البلاد هذه، والله دارس هنايا وعايش هنا الحمد لله فينا والحمد لله. مع المسير حنايا نتكلم على نفسي وما نتكلمش على الناس الاخرين، حابين ندخلوا لبلادنا وحابين نبنيو بلادنا. فيتو انت يا السيرفيس تاعك عندك واحد يعني كان عايش هنا يعرف المشاكل اللي عايشينها احنا هنا ولا لا؟ يعني انت يا عايش في الجزائر ما تعرفش شو المشاكل اللي موجودين هنا، فربما يعني كنت تحط واحد في السيرفيس تاعك اللي عنده ما شاء الله. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، عندي صديقين من الإمارات يدرس هنايا، قلت له ورا الدراسة تاعك تبقى هنا؟ قال لي لا. قال لي إنه ورا الدراسة تاعي الحكومة الإماراتية قالت له ندفع لك الدوبل تاع الصالير تاعك باش تولي تخدم بلادك. حنايا تقرا هنا تهبط للبلاد يعطيوك حاجة ما عندها حتى علاقة بالاختصاص تاعك، وتخدم في ظروف يعني تعرفها يا نائب الوزير، ويعني من المستحيل يعني واحد يقدر يخدم هذيك الروح الوطنيه لانه المشاكل اللي موجوده. النقطه الثالثه، عشت في فرنسا مع الشغل تاعي، تخدمت 6 سنين تما، كانت عندي بوسيبيليتي باش ندخل ولادي في البريتش سكول تما في فرنسا اللي في باريس، دخلتهم المدرسه الجزائريه في باريس. المدرسه الجزائريه في باريس عندهم بريمير وعندهم سيكوندير. ليه؟ لانه الجاليه الجزائريه اللي هنا راهي قعدت قبل ما تعملوناش نفس الشيء اللي نقدروا نربي ولادنا ويكون عندهم هاتيك، وما تكون انت تكلم البلاد على الانديان بينهم وبين بلادهم. علاه حنا نبعثوا لولدي المدرسه الليبيه ولا المدرسه الانجليزيه؟ كاين بوسيبيتي باش يدير الشيء هذا. وعندنا لانه تركعات الجزائر معروفه به، الجزائر بلد غني والشعب فقير، لكن عندنا الدراهم نشوفوا نديروا مدارس هنايا باش نربيو الجيل تاعنا اللي ربما من بعد يزيد يخدم الجزائر اكثر. صح. والنقطه الاخرى ان شاء الله ما نطولش، كاين غير طياره تمشي للجزائر وما كان حتى طياره تمشي لا الوهران ولا قسنطينه، درتوها في المطار الوهران وحبستوها. حنا نسموها قسنطينه، انا نمشي للجزائر باش نروح لقسنطينه من بعد في بول واحده. والنقطة الأخرى مشيت في الطيارة من هنا للجزائر، وصلت فرحان لأنه فلت كأنك في أوروبا، دخلت واحد ما قال لي حل باجاج، واحد ما قال لي وجه عندك واش ما عندكش. انا ندرس نفس الشيء في البابور. كي تهبط في البابور شحال من واحد هبط في البابور وقعد نص نهار في البور ولا نهار كومبلي نص نهار كاع فوتو في ساعة. مشيت مع العائلة تاعي، مشيت من الانجليز فرنسا لا بلجيك ولا هولندا ولا المان في نهار واحد، واحد ما حبسنا. وحنايا ماشيين اوطون كو الجيريان ماشيين لبلادنا نقعدوا نهار ولا نص نهار حنا في البور. فان شاء الله لك ان قدرت على يعني مبادره من عندكم وتورينا يعني نقول بالانجليزيه اكشن سبيكس لاذر ذان ووردز، يعني نحوسوا نشوفوا حوايج يعني ماشي غير كلام ملموس. بارك الله فيك.